أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة مساحة الأراضي المستصلحة في مشروع المليون فدان لتصبح 1.5 مليون، مؤكدا على ضرورة توفير المعدات اللازمة للتنفيذ في أسرع وقت وفقا لأحدث المعايير العالمية وبأفضل الأسعار الممكنة. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزراء الإسكان والري والزراعة. وخلال الاجتماع استعرض وزير الزراعة والأراضي التي سيتم استصلاحها في إطار المشروع، موضحا إنها ستمثل مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة ومناطق تصنيع زراعي. بينما استعرض وزير الري الموقف التنفيذي لحفر الأبار التي ستستخدم في ري الأراضي المستصلحة.